تصريحاتها هاني لزيدي تأهيل. لا تبعد منطقة بير أحمد كثيرا عن مركز العاصمة المؤقتة، بل إن تحويل كليات جامعة عدن إليها قد أنعش الآمال بإنهاء معاناة هذه القرية التاريخية الواقعة في الشمال الغربي للمحافظة. بير أحمد مشهورة وربنا حباها بحقل مائي نقي، يعني يزود معظم غالبية مديريات محافظة عدن، ويعاني هذا الحقل الآن من عواقب وخيمة إن لم يتم تداركها من قبل الجهات المسؤولة، وهي تتمثل في البيارات العشوائية التي يتم حفرها هنا وهناك. الصرف صحيح. كبرى المعاناة هنا لا تكاد تصدق، إذ أن أزمة المياه قد طالت هذه الضاحية المعروفة بآبارها التي تغذي المدينة كاملة وترزح هي في مهب العطش. بينما غياب منظومة المجاري أزمة أكثر كارثية، إذ تهدد البيارات العشوائية آبار المياه، وها هم أعيان المنطقة يشكون من استمرار تجاهل السلطات المتعاقبة واستمرار مسلسل المشاريع الكاذبة. نحن نعاني من 2002، حصلنا على قرض ب 5,500,000 ريال تعيش شبكة بير أحمد، بدل ما يصلحونا بيبات كذا قطر كبير أبو 10 ولا بخمسة، عملنا أبو 6 القديم، أبو 6 رجعونا كم عدد بيب من داخل الآبار إلى داخل بير أحمد. التعليم أيضا أزمة لا تقل ضررا في أحياء بير أحمد، ولا تكتمل مشاريع طويلة الأمد، ففي مقاولاتها فساد يتربح منه النافذون. أهم المشاريع المتأثرة في جانب التربية والتعليم، أمامكم المبنى هذا له فترة أكثر من 5 سنوات مهمل ولم يكمله، هو كان تبع البنك الدولي، تبع البنك الدولي، وهو مشروع توسعه لمنطقة بئر أحمد، حيث وأن الكثافة السكانية في الفصول الدراسية تصل إلى 90 طالب، وهناك نعاني من مشاكل والمدرسين يعانون من مشاكل من الكثافة. عانت بير أحمد من ولاية الحرب كأحد الثغور التي حاول الانقلابيون النفاذ منها إلى المدينة، وهي اليوم تكسب أهمية لوقوع مقر التحالف العربي بالقرب منها، لكن كل هذه المعطيات لا تغير من واقع الحال، فالجميع هنا لا يأبه لمعاناة الإنسان. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.